عليكم طلاب الثاني متوسط، واليوم عندنا يونت 7 لسن 7 throwing things away. شلون نشمر الزبالة ونمشي ونطشر ومنحافظ ونبذر. حاط لكم صورة الكتاب وقايل انه ذول الناس ممكن نطق عليهم تسمية wasteful، مبذرين. انت مثلا عندك open buffet وتروح تاخذ اكل كل شوي بالمعونة وما تكمله، الاكل راح ينذب. عندك الشخص هنا دا يفرج أسنانه when you brush your teeth، طبعا you mustn't ما يصير leave the water like this، ما يصير تعوف الماء هيجي مفتوح. عندك ما يصير تطلع وتعوف الكهرباء مفتوحة. هنا أنا هاي كلها صور، واحد يمشي ويذب الزبالة من السيارة. هنا أنا على البيتش رايحين سفرة عفوا الزبالة مالتهم وطلعوا. الأخ هنا يمشي ويشمر زبالة. فهنا هاي أشياء مرفوضة. درسنا اليوم راح يتكلم على الويستفول، المبذرين، شنو الأشياء، هاي العادات السيئة. بس الحلو بالموضوع إن الدرس كله نشاط صفي، ما بي حفظ ملاء، ما بي شغل أحفظ سؤال وجواب، بس بي إنشاء، بي الإنشاء المطلوب للامتحان. إذا طلاب هذه كلها مشاهدات نشاط صفي، أوكي؟ ناقشون بها بالصف من يسوي هيك سوالف، من يوم ما يسوي، ليش ما يصير نسوي هيك شيء، نشاط صفي. زين نعوف student book ونروح نشوف شكو بكتاب النشاط. نفس الكلام، تسمع كاسيت وتجي تحكي وتستمرز ريزن السبب كذا. هذا كل نشاط صفي شفوي. بس اكو عبارة حلوة، waste not want not، لا تبذر ما تحتاج، waste not want not. هنا كل طالب حسب نفسه يأشر شنو الشيء اللي يسويه أحيانا ودائما. طلاب كله نشاط صفي ما مطلوب. بعد وين المطلوب ست؟ المطلوب أن تكتب إنشاء يقولك ارجع على lesson 5 من حكينا على ال clean up campaigns، حملات التنظيف، وارجع أنت تخيل نفسك أنت بهذه الحملات متطوع، واكتب لنا هنا فد إسي فد مقال على هذا الموضوع. طبعا أنا راح أكمل لك باقي المحاضرة بشكل فيديو صورة وأقرأ لك الإنشاء وأترجمه. نبدي إنشاءنا بالعنوان Keep our city clean، حافظ على نظافة مدينتك. نبدي نترك مسافة وحرف كبير To keep our city clean، حتى نحافظ على نظافة مدينتنا. We need everyone to help، نحتاج كل واحد يساعد. And to be responsible، أن تكون مسؤول for their litter، تكون مسؤول عن القمامة، يعني مو تشمر بالشارع. My school decided to clean up the main park، مدرستي قررت أن تنظف الساحة الرئيسية المتنزه of the city last week. The work lasted 3 days، العمل طول 3 أيام. I and my friends، أنا وأصدقائي took part، شاركنا. We were 20 students، كنا 20 طالب. The teachers and neighbors، بعض الأساتذة والجيران، also took part، شاركوا. We wore، لبسنا جينز، هدومنا كانت بناطير جينز، and special clothes، ملابس خاصة. We worked hard، اجتهدنا، تعبنا على مود ننظف المكان. We cleaned the whole place، نظفنا المكان بالكامل. Up and we planted، زرعنا. A lot of flowers، زهور. The weather was fine، الطقس كان رائع. The place was wonderful، أصبح المكان جميل ورائع. It was a great job، كان عمل عظيم. That I'm proud of it، فعلا أنا فخور به. إذن طلاب هذا نموذج للإنشاء، وطبعا أنت تقدر تكتب أي إنشاء آخر. انتهى lesson 7 وننتقل إن شاء الله إلى محاضرة جديدة lesson 8. Thank you.